الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الموضوع أنا داير أعلق عليه قبل الأسئلة دي وما أظن الزمن يقضينا، هو موضوع إعلان الصوفية للحزب الصوفي الديمقراطي. في الفترة الأخيرة دي طبعا الصوفية أخرجوا البيانات وكلام كثير جدا، بيقولوا انه هم قلة مستضعفة. انا ما عارف بيقولوا قلة بتين، المهم قالوا قلة مستضعفة من يعني قصدين من قبل الحكومة. وبعدين قالوا لابد من انشاء حزب صوفي ديمقراطي، وقدموا العريضة بتاعتهم او الطلب، طلب التسجيل، تسجيل الحزب قدموه لمسجل الأحزاب في السودان، ده حسب ما منشور في الوسائط بتاعت الإعلام. ولك أن تعجب في هذا الطلب الذي قدمه الصوفية في إنشاء حزب صوفي ديمقراطي. أول حاجة يا صوفية، كونكم تقدموا لإنشاء حزب طلب، ده بيتنافى مع العقيدة بتاعتكم اللي انتم بتقولوا فيها ليل ونهار. عقيدة الصوفية بيقول لك الكون ده كله، سيبك من السودان وسيبك من الخرطوم وسيبك من فهمت الوطن العربي، الصوفية قالوا الكون كله قالوا تحت يدهم. فهمت كلامي؟ ده بتاع الختمية كتاب الفيوضات او فيوض البحور المتلاطمة، قال الكون، خد بالك، الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا. طيب انت ليه بتقدم لحزب وبقدم طلب؟ يعني الطلب ده ممكن يقبلوه ممكن يرفضوه. بقدم طلب لإنشاء حزب صوفي ديمقراطي، هذا جانب أول، ده بيتنافى مع العقيدة بتاعتك. وإذا كان انت يا صوفي ما بتملك لنفسك، انتوا كصوفية ما بتملكوا لنفسكم حرية الأخذ بحقكم، وإن الحكومة مسيطرة عليكم ومنعتكم من إقامة ندوات محاضرات غيرها، فكيف انتوا تملكوا لغيركم نفعا أو ضرا؟ تملك لغيرك كيف إذا كان انت بشيوخك الجو الأرض والبر الأرض كلكم ما قادرين تملكوا لنفسكم أي شيء؟ ده ذاته بيصدق الكلام، بيصدق من ناحية عملية من ألسنتكم الكلام اللي بيقولوه أخواننا عنكم واللي بيقولوه دعاة التوحيد، إنتوا صدقتوا الآن عمليا. وإن كان كلام ربنا سبحانه وتعالى كل حق وصدق وعدل، ما بيحتاج إلى تصديق منكم. لما نقول لكم انتم ما بتملكوا لرقبتكم حاجه، انتم ناس مستضعفين، ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فهمت؟ فالصوفيه الان مقدمين طلب لانشاء حزب صوفي ديمقراطي. بعدين كلمه ديمقراطي دي هم ما بيفهموا ذاتهم. انت عارف ديمقراطي معناه شنو؟ امشي اسال الجماعه بتاعنا الديمقراطيه ذاتهم. الديمقراطية تتنافى مع الشريعة الإسلامية. ديمقراطية معناها تاني ما تقول لي الشدة جاء في القرآن ولا جاء في السنة. ديمقراطية معناها أنت بتخضع لآراء الشعب. الشعب لو قالوا حلال تقول حلال، لو قالوا حرام تقول حرام. فهمت؟ دي أصلا مبنى الديمقراطية، لأنها هي عبارة عن جزئية من جزئيات الحريات اللي بيطالبوا بها تحت مسمى العلمانية. والعلمانية هي تؤمن بأساس أن الدين والحكم للشعب. يقول لك حكم الشعب للشعب، يعني الشعب بيحكم نفسه ما بيحكم ربنا. وطيب انت تخلي القرآن وتجي لديمقراطية، ربنا قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الصوفي خش الديمقراطية، فهمت؟ والصوفي بعد شوية خش من ضمن الأحزاب السياسية في البلد دي، فهمت؟
بعد شوية الصوفية بيجوا بيرشحوا نفسهم. اللي بيصوت لصوفي منو؟ يعني انت كصوفي تيجي بعد شوية تنزل في الانتخابات رمز القبة ولا رمز المهيوبة؟ الشغال بك منو ذاته؟ في البلد دي ناقصة مهيوبة منو؟ فهمت كلامي؟ وبعدين يا اخواننا ده كله يدل على ضعف الصوفية وعلى ضعف عقيدتهم. انت دار تحاربنا نحن من خلال حزب من الاحزاب، انت تحاربنا من خلال حزب والاحزاب كلها قادرة تحارب السلفيين، لانه نحن بنتكلم من خلال نصوص، نصوص من الكتاب والسنة. تمشي تعمل حزب، تمشي تقدم طلب، كل ده ما بينفعك بأي شيء يا صوفي. افهم المعلومة دي.